فضيلة الشيخ، يكتفي بعض العوائل أن الرجل إذا كان قادم في السفر أو في المناسبات أو الأعياد يقبل محارمه كعماته وخالاته أو أخواته، فما رأيك؟ نعم، تقبيل الرجل عماته أو خالاته أو أخواته أو أمهاته أو جداته أو بناته أو بنات أبنائه أو بنات بناته، كل هذا جائز ولا بأس به لأنهن محارم. لكن العلماء رحمهم الله شددوا في تقبيل الفم وقالوا لا يقبل على الفم إلا زوجته، لأن هذا ربما يحرك الشهوة. وعلى هذا فإن كان المرأة التي تريد أن تقبلها من المحارم أكبر منك فقبل جبهتها أو رأسها، وإن كانت دونك فقبل الخد والجبهة، بشرط أن لا تحس بحركة، فإن كنت تخشى على نفسك فلا تقبل ولا تقبل. هذا هو الحكم. لكن نسأل أولا عن التقبيل، هل هو مشروع كلما لقيت إنسانا تقبله؟ لا، ليس مشروعا. الذي يشرع كلما لقيت إنسانا هو المصافحة دون التقبيل، إلا إذا كان هناك سبب مثل يعني قدم من سفر أو كان لك مدة لم تره، فهذا لا بأس، وإلا فالمصافحة هي السنة. وبالمناسبة أنبه على شيء حدث أخيرا وكنا قبل لا نعرف، إذا لاقاك إنسان لا يأخذ بيدك ويصافحه، وإنما يأخذ بإيش؟ برأسك على طول، هذا غلط. نحن لا نقول لا تقبل الرأس، قبل الرأس ممن يستحق أن يقبل، لكن لا تجعله هو الأصل على طول، تمسك بيدك رأسه وتقبله، غلط هذا. افعل السنة أولا وهي المصافحة، ثم إن كان الرجل أهلا لأن يقبل قبل رأسه.